نجم على الهواء. من اعداد وتقديم كمال عويج. انتاج راديو ياسمين. السلام ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بسادة المستمعين والمستمعات القاعدين يسمعوا فينا الآن سواء داخل تونس أو خارج تونس. مرحبا بكم في حلقة الأولى من برنامج مباشر، برنامج نجم على الهواء، سيزون جديدة، سيزون 3 إن شاء الله، سيزون هذه سيزون 2012-2013، سيزون مبروك علينا وعليكم، مرحبا بكم في كل وقت في هذا برنامج مباشر، برنامج اسمه نجم على الهواء اللي تبث كل نهار جمعة من مون 3 ل 4 ونص اون ديريكت عبر موجات راديو ياسمين. كل اسبوع نستقبلوا ضيف او ضيفة نتعرفوا عليه كي تبيع سواء في الفن، في المجال الفن او في المسرح او في السينما او في المخرج الى خير ذلك. مرحبا بكم في الاستماع برنامج نجم على الهواء. نذكركم مستمعين الكرام كي تحبوا تكونوا معنا في البث المباشر لمسين تاعنا اللي هو راديو بوينسمين @ .fr، راديو بوينسمين @ .fr، والسكايب باش اوفيسيل تاعنا على الفيسبوك تاعنا راديو ياسمين تونيزيا باش اوفيسيل، والبرنامج تاعنا صفحة خاصة على برنامجنا نجم على الهواء، نجم على الهواء بالفرنسي. مرحبا بكم، مرحبا بسادة المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا في الان سواء داخل تونس او خارج تونس. اليوم حلقة خاصة مع النجم السوبر ستار خالد عزيز الذي بدأ يشق خطواته في الساحة الفنية العربية. صاحب خالد صوتية ممتازة، بدأ الفن في سن صغير جدا بعد نجاح الأغنية التونسية عسلامة التي اشتهرت في تونس وخارج تونس. واصل على نفس الإيقاع من أغاني رومانسية وإيقاعية. مرحبا بكم، قبل كل شيء قبل ما نتعرفوا بخالد عزيز تيكو فيه أغاني. أكثر واحد في الدنيا يحبك أنا، نعدك روحي وعمري من غير حسان، معك الدنيا تحلى وتصير مزيانة، الحكا منك ليا تفتح الأبواب. عسلامة قلت لها أنا، عسلامة ما جاوبتنيش، تمشي وتتبختر بفيانا، صعب سلامي ما يكفيش، عسلامة قلت لها أنا، عسلامة ما جاوبتنيش، تمشي وتتبختر بفيانا، صعب سلامي ما يكفيش. هالطفلة صار عقلي فيها وضمرها الشيء وقتيها، عالسلام شوية عليها خلت في حالي محتار، عسلامة قلت لها أنا، عسلامة ما جاوبتنيش، تمشي وتتبختر. إذن هذا هو الديكوفير اللي نجم خالد عزيز معنا في استوديو. انتم سلام تشكونوا معنا، ننتظروا منكم مشاركاتكم وهدئاتكم مباشرة على الفيسبوك تاعنا وعلى الانستغرام تاعنا غادي بوين سمين انت هوتمين بوين فيخ. نسلموا على الفنانة جهران ستيفي معتز، ونسلموا أيضا على كل مستمعين ومستمعات قاعدين يسمعوا فينا الآن.
يا دي يوسف عرفات نجم عرب ايدول سمعني انا ويكم لين عبر موجات راديو ياسمين اللي تعدون ساعة على الانترنت. مرحبا بكم، مرحبا بسادة مستمعين ومستمعات قاعدين يسمعوا فينا اين سواء تاخد تونس او خارج تونس. تذكركم بامكانكم تكونوا معنا في البث المباشر لمسان دعنا راديو بوين ياسمين على تطمين موافق والدكتور عاد سيد دعنا نجم نقرا لكم اون ديريكت مساجاتكم واهداءاتكم كما شهران ستيفي اللي بعثت لنا مساج تنقراو مساج بعد لحظات. هي شهران هي فنانة تونسية ان شاء الله نتعرف عليها نكون ثايفتنا عن قريبا. بلين نستقبلوا الثايف كما قلت لكم كما مقدمة قبيلة هو فنان تونسي النجم سوبستار خالد عزيز. اهلا وسهلا يا خالد، مرحبا بك عبر موشيت راديو ياسمين. مرحبا بك اخويا كمان، تحية ليك وتحية المستمعين على راديو ياسمين. مرحبا بك خالد لأول مرة على موجة راديو ياسمين. خالد فنان تونسي شاب تونسي انطلق شهرته مصر بديته وصغرته قبل كل شيء. خالد لو كان نتعرف عليك أكثر نحكي على البداية تاعك انت وصغر تاعك انت، فما ناس يعرفوا خالد عزيز فما ناس مش قاعدين يعرفوا خالد عزيز، لو كان نتعرف عليك أكثر. والله ايش بس نقول لك، معناتها بداية معناتها بديت كاي فنان، معناتها بديت موهبة من الصغرى والحمد لله الواحد توفق انه باش يكمل في الميدان. معناتها كما نقولوا ما حد بدا في البداية تلقى شوية صعوبات، ومعناتها مش تعرف انت ميدان الفن بصفة عامة معناتها باش تكون فيه برشا معناتها اعاقات وبرشا حاجات معناتها باش تخليك تبعد شوية، لكن الحمد لله الإنسان ضحى وخدم والحمد لله بديت حط في خطواتي في الميدان الفني والحمد لله معناتها شوية تشجيع من الجمهور وشوية من الناس الموسيقيين بالطبيعة. شكون شجعك في الميدان الفني؟ كيفاش احكي لي من صغر بتاعك كيفاش لقيت صوتك حلو؟ شجعوك العائلة باش يقولوا لك عم معناتها ان شاء الله وقت تولي تكبر تولي فنان ولا كيفاه؟ بالطبيعة معناتها أول حاجة باش تكون معناتها الوسط العائلي باش يكون قريب منك، وأكثر حاجة معناتها الأجواء الأفراح معناتها الصغرى من العائلة وكل شيء معناتها هذيك تبدا البداية كفنان معناتها حاجة معروفة. والحمد لله الإنسان واصل وكمل والحمد لله خدمت على روحي قريت موسيقى والحمد لله قاعد نواصل وقاعد ننتج توا في الإنتاج الخاص لوحدي نخدم فيه. والحمد لله بالنسبة للبداية متاعي بداية إن شاء الله تكون حلوة وإن شاء الله تكون تعجب الناس بها. شيخ إن شاء الله إن شاء الله. خالد نحكي شوي البدايات داك أنتي بالأغاني، كيفاش وصلت الشهرة والنجومية؟ عندك تبارك الله 4 أغاني، كيفيه توصلت الجمهور فيزا؟ والله يشوف الانسان معناتها الفنان لازم يكون معناتها مقبول عند الناس وتكون معناتها روحه خفيفه ويكون اغانيه خفيفه وحلوه في نفس الوقت. لازم معناتها يكون يعرف كيفاش يختار الاغاني ويعرف كيفاش يختار الكلمات والالحان والتوزيع زاد في نفس الوقت. وبالنسبه لمحبه الناس الحمد لله قبول من عند ربي سبحانه وتعالى. واضح خالد. خالد مرحبا بيك، نسمعوا عسلامة ان شاء الله. نسمعوا عسلامة نسمعوا عسلامة بعد عشانكم عبر موجات راديو ياسمين اللي تعالتوا نسيع على الانترنت. عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بسادة مسلمين ومسلمات قاعدين يسمعوا فينا اين سواء داخل تونس او خارج تونس. هذا الفضاء مفتوح البث المباشر معاكم حتى الاربعة نص باش تكونوا معنا في المباشر نتواصلوا معاكم. معنا وثيفنا هو خالد عزيز، معناه انا ويكم الان بالاغنية الدولة عسلامة. هو الترحيب، الغناية الترحيب لكل المستمعين والمسلمات والقاعدين يسمعوا فينا اين. تحية لشهران سيوي الفنانة التونسية تعيش في مصر، تشجع وترحب بخالد عزيز. تقول صحيح ثم تشجيع من أقرب الناس ليك يا خالد، لكن أنت فنان بالحقيقة ومحل صوتك خلودة. وتقول شهرزاد شيء تفرحني كتونسية موجودة في مصر ونسمع راديو تونسي منحسش الغربة. ونشكر برشا نجم الفنان خالد عزيز الصوت كروان. علاش قولوا لك صوت الكروان؟ والله ايش بسوق لك معناتها صوت كروان معناتها بالنسبة
كما نقولوا الطاقات الصوتيه الفنيه موجوده حاليا، معناتها الانسان كي تسمع صوته وتسمع حاجه، معناتها انك باش تنجم تقول له معناتها اسكو صوتك صوت الكروان ولا صوت حاجه اخرى. معناتها الحمد لله هذه حاجه تفرح، ونقدم لها تحيه بنفس الوقت شيرين شتيوي، ونقول لها ان شاء الله ربي معك، واعتبرنا اعتبر روحك موجوده في تونس مكش في مصر، ومعنا على راديو مباشر. مرحبا بك شهران، مرحبا بأيثم بمروة، تقول أهلا راديو ياسمين، حاب تشجع خالد ونقول له بون كونتينياسيون، ربي يوفقك ونتمنى لك كل خير وربي يوفقك. مرحبا بك مروة، مرحبا لكل المستمعين والمستمعات قاعدين يسمعوا فينا، نسلموا على وليد، نسلموا أيثم، على كل المستمعين والمستمعات قاعدين يتواصلوا معنا. لمسين عن ثمنكم هو راديو بون ياسمين أد هوت ميل بون أفير، راديو point.smin@hotmail.fr، تواصل معنا عن طريق الميسين تاعنا وعلى طريق سكاي السيت تاعنا المحطوط على ثمانكم، تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء. نستناو مساجاتكم، نستناو اهدائكم، نستناو اقتراحاتكم اللي مع نجم المميز خالد عزيز. خالد عسلامة، مرحبا بيك مجددا، غنية عسلامة، غنية تونسية، نفتخر برشا فنانين تونسية يغنيو على أغاني تونسية، لكن علاش اخترت غنية عسلامة؟ فما برشا فنانين تونسية يغنيو على غنية عسلامة عسلامة، كما الفنانة اللبنانية مشتا رومي غنيت عسلامة يا تونس عسلامة، علاش اخترت باش تغني غنية عسلامة؟ واحكي لي شويه على الاغنيه هذه. والله ايش نقول لك، معناتها اغنيه عسلامه هي اغنيه معناتها بون تحكي سوجي معين، معناتها على انسان يحكي على انسانه ما جاوبتوش، معناتها لهجتنا تونسية، هي معناتها باش تقول عسلامه اي انسان، معناتها باش يفهمها اللهجه التونسيه. بون اغنيه روحها خفيفه وكلمات حلوين برشا، معناتها ذيك اللي خلتني اكثر حاجه نتشبذ اني باش نختار الاغنيه هذه، والحمد لله معناتها خذيت الاغنيه وقمت بتسجيلها، الحمد لله خذيت نجاح في تونس وخارج تونس ديجا، وتعديت في طولي راديو، الحمد لله ربي ذا نجاح حاجة تفرحني. الحمد لله كثير سكتي برشا في الأهد الإذاعات التونسية والعربية والعالمية الأجمع. خالد نحكيو على علاش ما شاركت، ما شفنكش تشارك في برامج الهوات، علاش دخلت كونسيرفاتوار ولا ديريكتومون دخلت على طول بالغنايات وبعد عيدولك في الاذاعات والتلفزه اللي بساج كما قلت لي قبيله؟ والله ايش باش نقول لك، معناتها بالنسبه للامور نتاع البرامج بالنسبه لي انا حاجه وفات، ما عادش فما برامج اللي باش تعطيك حقك كفنان انك باش الناس تسمعك وتعطيك فرصتك انك باش تتعدى في البرامج. حبيت نخدم وحدي، دي حاجه اكثر حاجه اللي ممكن تزيدني بليس اللي هي معناتها انك باش تختار انك تخدم وحدك، تنتج اغانيك وتوصلها من الناس بطريقتك بيان سور، وشويه من الاعلام وشويه من الانتاج وشويه من يعني الاذاعات، والانسان يحاول ان يخدم محطه ما يحبش يتسارع، والحمد لله معناتها تعديت في الاميسيون في التي في وفي الراديو، خدمت اغانيه وعرفت كيفاش نثبت روحي. وبالنسبه كما قلت لك للبرامج ما عندهمش، انا بالنسبه لي ما عادش عندي يعني فما برنامج يعطيك حق فنان. كيفاش ترى البرامج هو عند بالنسبه لخالد عزيز، البرامج ايجابيه برامج سلبيه؟ والله ايش باش نقول لك، كل واحد وكيفاش يشوفها، معناتها اسكو معناتها انا واحد من الناس نراها سلبيه. علاش نراها سلبيه بالنسبه لي انا؟ معناتها سلبيه، انا الغيري معناتها يراها ايجابيه، يمكن يرقى فرصة أكثر، ولا يمكن أنا بالنسبة لي ما عملتش برشا معناتها كاستينج في برامج معناتها مرة ولا مرتين، والحمد لله معناتها ما حالفني حظ، معناتها الحمد لله معناتها خذيت وحدي نخدم ولاباس، والحمد لله هكايا الواحد يخدم والحمد لله. واضح، معناتها أنت قلت قبيلة، قلت عندك برأيك أنت إنه البرامج الهويت برامج سلبية حسب اللي كنتي، معناتها وقت قالوا يطلبوك تشارك في ستاراك ولا تشارك في الأرب أيدول ولا تشارك في برامج الهويت الآخرين تقبل باش تشارك باش تولي عندك شهرة للعربية ولا على خاطر في تونس فما برشا اخفاء على البرامج الهوات، مع الأكثرية العربية كثير سكسي برشا من خير من بلد تونس. والله يصيح كلامك، معناتها بالنسبة للبرامج في تونس اللي هي ما عندهاش معناتها صلة بالفنان وما عندهاش مش توصل الفنانين، معناتها حاجة معروفة العالم العربي مصر لبنان هما الأكثر البلدان اللي باش يوصلوا للفنانين معناتها للشهرة،
بالنسبه لي ما عنديش عندي خمم فيها الحكايه نتاع كاستينج. انا تو اخترت صنية اللي هي باش نخدم وحدي الانتاج. عندي اغنيه، عندي على شنو الدلل كما يقولوا، والحمد لله الانسان يخدم ويحاول انه بخدمته بجمهوره برشا حاجات انه ينجم يوصل، علاش لا، للعالم العربي. اخي فنانين تو ما عادش فما برامج ما يوصلش حتى فنان، لا بالعكس، انسان يخدم على روحه ويحاول انه يكون ديما موجود وعنده جديد ويظهر في الاعلام ويظهر في التلفز. هذه اكثر حاجه باش تخلي الانسان يقرب من الناس. وتونس راهي ماشي الحمد لله، تو عملنا ثوره، الانسان يحاول الثوره هذه يستغلها، يحاول انه يعمل البوم ويعمل مهرجانات ويعمل برشا حاجات. صحيح وزير الثقافة ما تصرح في آخر الوحيد، معناتها انه الفنانين التوانسة انه باش يكونوا موجودين وكذا، احنا ما شفنا حتى شيء نسنا. واحنا كما قلت لك، بالنسبة لي انا مازال كبداية، طبعا مازال ان شاء الله الالبوم بتاعي احضر، وان شاء الله الخدمة تكون في تونس، تبدأ البداية لهنا. ما نحبش تبدأ من بلاد اخرى، من مصر ولا من لبنان، تبدأ بداية لهنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكون شجعك من أصدقائك، نصحوك بالنصايح شو على الأغاني اللي باش تغنيهم؟ هل أنت تواصل مع أنت وجمهورك شو على اختيار الأغاني اللي باش تغنيهم، ولا جست تقول فنان معين تكلموا، ولا تكلم ملحن موزع؟ كيفاش يتم اختيار الأغاني؟ والله شوف، بالنسبة لي أنا عندي ستيل نخدم عليه، ستيل بديت بيه نكمل بيه، معناتها صحيح باش تبدل شوية مش برشا، يعني حاجة مودرن، حاجة اللي يسمعها الناس وتكون ملموسة للناس أكثر. معناتها تحاول إنك تختار الأغاني اللي باش تكون قريبة من الناس، خاطر أنت الناس سمعتهم وحسستهم اللي أنت بالستيل متاعك وأغانيك. متحاولش إنك تبعد على السوجي متاع الأغاني وتبعد على الستيل وعلى التوزيع ولا برشا حاجات، تحاول انك تخدم نفس الستايل ونفس البرار. الحمد لله معنت الجمهور ديما قريب مني، انا ديجا لي فان على الفيسبوك متاعي ولا على الباج ولا حاجة، ديما نقترح عليهم وجديد يسمعوه وناخذ رأيه، معناتها كيما ناخذ الباهي نتقبل الخايب، خاطرش الفنان شفته لازم يسمع الباهي والخايب، هذه اول حاجة. وثاني حاجة كيما قلت لك، الانسان يخدم ويزيد يصلح اكثر واكثر. خالد برشا ناس يتواصلوا معنا ونقرأ مساجات، هاي اللي شهران ستيوي تيمة متألقة الفنانة قالت لك إن شاء الله بالمزيد المتألق والنجاح يا خالد، وأنت الفنان وتستحق كل خير، شكرا لك يا شهران. وتحية لفاتن تقول لك أنا لكوسين تخالد، نحب نقول ربي معاك فون كونتيناسيون، محل صوتك كله إحساس. أمين دحية ليك يقول بون كونتينياسيون لخالد سي أمين تسفاكس. برشا ناس قاعدين يتواصلوا وقاعدين يسمعونا الآن. خالد سمعنا حاجة لايف، شو تحب تسمعنا حاجة لايف باش ناس يسمعوا ويستمدوا ويدندنوا لخالد عزيز؟ ناس يقولوا خالد صوتك مثل صوت الأميرة طلب صابر الربيعي كيما قلت لي قبيلة. قبل ما تغني حاجة لايف، شو يعني لك أميرة الدرب صابر الربيعي؟ والله صابر باهي، معناتها فنان بدون، معناتها الانسان ما ينجمش يحكي عليه برشا، خاطر شي صابر تبارك الله امير الطرب بالفم والكلمه كما نقولوا. معناتها الانسان كي يسمع صابر يحس بانسان متشبث موسيقيا وتبارك الله، معناتها ان شاء الله الانسان يحاول انه يخطى شويه خطوات من اللي خطاها صابر في اثنيه مش خلينا حاجة على صابر ولا أغنية أخرى؟ لا نسمعوا حاجة الأسطورة الفنان الكبير وديع الصافي، الليل يا ليلى. يلا تفضل. والليل يا ليلى يعتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحمل اسمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى سفرت ليلى، دروب الحي تسألني ترى سفرت ليلى، وطيب الشوق يحلمني إلى عينيك يا ليلى، إلى عينيك يا ليلى. الله الله، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة خالد، صوتك مميز، صوتك رومانسي. الناس كل يقولوا لك صوتك رومانسي.
شكون يقول لك صوتك رومانسي؟ علاش اخترت ليش نقولوا امير الدرب خالد عزيز ولا نقولوا كي فقط سوبر ستار خالد عزيز؟ تو فرق بين امير الدرب والسوبر ستار. وي بالحق معناتها فما فرق بين امير الدرب والسوبر ستار. انا تو مازلت في البدايات كما قلت لك، انسان يحاول انه يخدم على روحه ويخدم صوته اكثر، خاطر شي فنان كبدايه لازم يخدم باش يظهر الطاقات الصوتيه اللي عنده اكيد. وامير الدرب هذه كلمه كبيره برشا، معناتها الانسان لازم يتعب ويشقى عمره ويخدم ويوصل برشا للناس ويقرب منهم اكثر باش نجم يكون امير طرب. واضح تبارك الله، فما برشا مساجات باش نقراو مساجات. تحيي المعتز اللي يعيش في فرنسا حاليا، يقول تري بي الفوا دو مانشستر و ليبون لي بون جو في ديفيزي سي شانسون. مرحبا بك يا معتز، ان شاء الله تسمع اغنيته. يا معتز شو تحب تسمع اغنيه؟ تسمعها مباشره على الهواء. نيت من بلجيك، نحب نقول لخالد ربي معاك وصوتك الطياره. ختيجه تقول بون كونتينياسيون لخالد. و تقول مونتيس يقولك شو دو بخي تو مونفويي سون البوم يا كمان. الالبوم تاعو هو مازال ما خرجش في الاسواق، ولا ان شاء الله عندك حاجه باش تخرج؟ تو بون تو موجودين الاغاني السينجل اللي هي اغنيه عسلامه واغنيه شوي شوي وشكلي وقعت ورحت ليا، ثم موجودين مع شركه فوني موجودين في الاسواق. ببليسيتي عملتها على فوني؟ لا والله شو حكيتك هذه وطارق؟ لا مش كيستيون طارق، انا مازلت انا ديجا تو حتى العقد مازال ما كملتش صحته مع شركه فوني، معناتها عندي عقد مبدئي مع الاغاني تو اللي ضمن خارجه. شركه خاصه ما تقولش شركه فوني خاصه، ما اكيد ما تحبوش انتم دعايه، ما تحبوش الاعلام. ايوه لا خاطر ما نحبوش على كي قلت على الاسم، الاسم الاسم هاي تخلصنا خويا من حق. اوكي عندك حق ولا قداش تحب تو خلصك انا بس. مليار لا نفدلكو يا جماعة، تحية لطارق، مرحبا بك يا طارق، وشفت نفدلكو يا طارق في هذا الفضاء. تفضل كم عندك خالد؟ بالنسبة للألبوم إن شاء الله على قريب أنا قاعد نختار في الأغاني تو، إن شاء الله فما لهجة أخرى باش تدخل في الألبوم اللي هي اللهجة اللبنانية، اللي بعض الناس فما شكون سمعها وشكون مازال ما سمعش اللهجة اللبنانية. باش تسمعوها بعد ولا؟ خلينا حاجة لايف ولا باش تسمعوا حاجة بلاي باك بعد؟ حاجة لبناني. لبناني ما عنديش تو، حاليا عندي مصري والتونسي، ان شاء الله اللبناني في الالبوم ان شاء الله باش يكون ان شاء الله من هنا للحاول الانسان يخدم من هنا للصيف الجاي ان شاء الله يكون حاضر الالبوم. مالا بعد باش تغني حاجة لايف كابيلا بي سكوب؟ سكوب معناتها حاجة ما تسمعتش ما غنيتش من اغنية وباش نغنيها شوية ان شاء الله. باه وقت تغني تغني نسمعهم شوية من ياخذوا فكرة الأغاني بتاعي اللي هم مازالوا ما سمعوش منهم أكثر اللي فاهم موجودين. واضح بعد نسمعهم حاجة أخرى لايف. نسمعوا أغنية شوية شوية برشا برشا عليه برشا شوية 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 شوية. أوكي نرتاحوا مع أغنية شوية شوي بعد نشوفوا عبر الموجات غادي يزوين اللي ساعدتوا نساعد على الإنترنت بس تسيبوا مساجاتكم وأهتئاتكم وهم اقتراحاتكم لضيفنا اليوم هو خالد عزيز. مرحبا بكم. شوية شوية عليا شوية شوية عليا راديو ياسمين كل البرامج تهمكم، نستناو تفاعلاتكم. أحلى راديو ياسمين أحلى لمنا راديو ياسمين احلى لما. اهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات القاعدين يسمعون فينا اين سواء داخل تونس او خارج تونس. شكرا لكل من يتفاعل معنا مباشره على الهواء ثم البرنامج المباشر برنامج نجم على الهواء مع كمال ينطلق من موند 3 حتى يجي الاربع نص مباشره على الهواء. توا موند 3 و7 مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات القاعدين يسمعون فينا اين في هذا البث المباشر من برنامج نجم على الهواء سيزون 3. اي نعم سيزون 3 هذا البرنامج. تحيه لجهران ستيفي، تحيه لليمين، تحيه لفاتن، تحيه للمعتز، تحيه للنادي من بلجيك، وتحيه لكل المستمعين والمستمعات قاعدين يسمعوا فينا الان. شويه شويه سمعنا لنا منكم الان وما حكينا برشا حاجات الان. شويه شويه الاغنيه ان شاء الله باش تصورها عمل فيديو كليب ان شاء الله. لو كنت تحكي لي شوي علاش اخترت باش تختار اول عمل لي كندي الكليب تاع كندي شوي شوي. شكون باش تصور، شكون باش يعمل لك الكليب ولا خليه مفاجاه؟ احكي لي شو باش شو يحكي الاغنيه، شو باش تحكي الاغنيه، وشو باش تصور باش تحكي الكليب، نفس الاغنيه ونفس الكليب ولا نفس الكليب والاغنيه؟
بون غنيت شوي شوي غنيت شوي شوي اللي هي تعتبر من احسن الاغاني اللي عندي انا، خاطر شي كيما نقولوا ستيل اللي نحبه انا اذا اكثر حاجه. ان شاء الله فما برنامج نتاع فيديو كليب، ان شاء الله قاعد نحضر مع المخرج والمنتج حمادي الواتي ايضا المصور، ان شاء الله نحاول انك باش نعملوا فيديو كليب في الاغنيه هذه، ان شاء الله تكون فكره حلوه وتكون سيناريو حلو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وين الاماكن اللي باش تصور الكليب؟ بس معناتها انت كما قلت انت تونسي، انت اصلك من صفاقس، وين باش تصور؟ في تونس ولا في صفاقس ولا برا ولا كيفي؟ معناتها شويه في صفاقس شويه في تونس. والله ايش نقول لك، معناتها مازلنا حتى يحضر السيناريو، معناتها يعني نجمو نختمو ونجمو نديو تصوير كما يبدا السيناريو حاضر، معناتها باش نراو الاماكن اللي باش تكون موجود فيها. ان شاء الله باش تكون حاجه حلوه، حاجه مع تتماشى مع الاغنيه، معناتها حاجه تشوف تسمع في الاغنيه شبابيه اكثر. ان شاء الله تكون فيها جو بلاج وجو يعني جو حلو برشا ان شاء الله. سمعت الاغنيه شويه شويه، سمعت كيني صوت اغنيه راي، علاش مثلا علاش البدايه الانترودكسيون تاع الاغنيه شويه شويه الانترودكسيون كانت بالراي؟ بون شويه 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 كيما قلت لك، اغنيه ريتميك، اغنيه معناتها مش راي معناتها ستيل راي على لاتينو، على لهجه، معناتها اللهجه هي تونسيه في كل وقت. انا حبينا تكون حاجه مودرن، حاجه شبابيه اكثر ما اقاش. تحية لمين؟ يمين قال لي على فكرة راهو كوارشي سيدا تخي بون كارتيان اي تو بوت يمين تسواك، شنو حكاية غرامك بالكورة؟ ولينا بالفن من كورة ولا شنو؟ لا والله يقبل، معناتها الواحد كيما نقولوا سن معين، معناتها الواحد لعبت سبور قبل، تناديت ترينيت مع نادي محيط غرقنا اللي نتشرف بيه اللي ترينيت فيه، النادي هذا نادي عريق قبل ما نذكرو. تشجع صفاقس؟ اي اكيد. ولا مكشخ ولا كلوب ولا شنو؟ نحب سي اس اس سي اس اس ما متنافسش لمدربين اخرين ولا معناتها لجواخ اخرين ولا حاجه فيس، معناتها فهمتكش، معناتها اللي معناتها كلوب ولا اسبيرونس ولا حاجه؟ لا قبل سي اس اس سي اس اس كلوب الثاني كلوب افريكا سيتو، ومنتخب الاكيب ناسيونال ان شاء الله ربي معهم على فكره نهار السبت يلعبوا مع سيرا ليون، ان شاء الله غدوه حي، ان شاء الله عزيمه وكوراج للولاد، وان شاء الله يقلعوا طرح ان شاء الله ان شاء الله. خالد حكينا خنايا، حكينا على خنايا شويه شويه، صبر بيه خلنا برشا برشا يا متلل وانت غنيت شويه شويه. شو اخر باش تغني انت خالد؟ شو اغاني باش تحضرهم ان شاء الله مبدئيا في الاسابيع القادمه في الالبوم؟ بعد الالبوم تاعك باش يكون هو البوم كلول ولا جوست الالبوم اللي عملته مع طارق مع شركه خاصه؟ انا قلت شركه خاصه، ما عادش قول ببليسيتي واحد، شركة خاصة بالأغاني تبع الألبوم وحدك ولا الألبوم يجمع مع الفنانين توينس أخرين؟ لسالة الألبوم مش يكون وحدي، معناتها أغنية أنا الكل، كما قلت لك عملت لهجة مصرية ولهجة تونسية أكثر حاجة، وإن شاء الله فما أغنية اللي بتكون هي باللهجة اللبنانية هي حاضرة إن شاء الله، هي اللي باش تكون معناتها موجوده في الالبوم. بالنسبه للستايل اللي قلت لك عليه، معناتها جو على سلامه وشويه شويه، وتسمعوا ديجا مازالوا يسمعوا الاغاني معنا، عندي اغنيه السلول هي روحتي لي الحمد لله خذيت نجاح وصدى كبير في تونس وفي مصر وفي برشا اذاعات. ان شاء الله الحاد انسان يسمع الناس ويرى اللي رايت، واكثر حاجه باش يختار، انا ديجا حضرت الاغاني ومازلت نزيد نختار اكثر. شو من الأغاني اللي حضرتها؟ بون طبعا ما لازمش نقول لك حتى شيء، معناتها خليها سربرايز أكيد. طبعا عندي الأغاني الحاضرة اللي الناس، فما الناس تعرفني وناس ما تعرفنيش، وبالمناسبة نقدم تحية لكل معناتها حاضرين معنا تو يدخلوا بالميساج، نقول لهم تحية اليوم وأون بليس كيما قلت لك ما نجمش تو نقول حتى شيء، أنت خلي تكون يتعرفوا عليا أكثر تو يسمعوا الأغاني الحاضرة نتاعي، وإن شاء الله في الألبوم يلقاو جديد نتاع خالد العزيز إن شاء الله. تحية لشهران ستيوي حاضرة وناصرة في المساجات، تقول الله عليك خلوتها ربي يوفقك إن شاء الله على الدوام أخي العزيز، وأنت أصلا عزيز. خالد عزيز هو اسم شهرة أو اسمك حقيقي؟ حسب رأيك. اسم شهرة بيان سيغ.
معدس هو من فرنسا عايش اخر في فرنسا. هو قال لي خدوا بشمشي لبنان خدينوا حشل من اغاني اللبنانية. قلت لي سكوب عن سكوب اغاني اللبنانية خدينا حشل لبناني. شو ما تحب نسموه حاجة لبناني؟ اوكي اللي تحب حاجة لبناني. اوكي عربي حديث ولا قديم ولا فيروس ولا حاجة اللي تحب عليه. وعم بيغفى الليل ونحن جرح الفي عم يوقع والشمع البيني وبينك يمكن ما ندى موجوع. الصيف كانت رح تدفي عم تتشردى بدموع عم تبكي حب معزة من ايدي وايدك ضا ودعنا. ينبارح صرت بعيد رجع دور معنا مين الكنشاري ومين الباء. الله الله يعطيك الصحة خالد. خالد غنيت غنية صوت نجم ستار أكاديمي أحمد شريف. خالد مش حكي شوية أنت وأحمد شريف. أحمد علاقة أنت وأحمد علاقة مميزة وخليها ما حبش تقول على سبخيس علاقة أنت وأحمد. احمد كيفاش تسمع الاغاني تاعك كيفاش يتواصل معاك وشو يقول لك يقترح منك على بعض الاغاني وشو يقول لك بعض النصائح. والله ايش باش نقول لك انسان كل انسان يخدم على روحه هذه الحاجه. احمد ربي عيني وانا كيف ربي عيني ناخذ راي بعضنا صحيت ما نتقبلش مع برشا برغم اللي هو معناتها خدمته بعيده. انا كنسان كبدايه معناتها خذيت منه شويه نصايح وخذيت منه كذا وديما يعطيني التشجيع منه هو نحب نشكره ديجا. تحيه لاحمد شريف تحيه لكل مستمعين. الله شو فما برشا ناس قالوا لك برشا مساجات خلينا نقراهم. فات تقول على فكره كمان راهو خالد يقلد برشا فنانين قولوا يسمعك. شو قلتنا شوي. والله مش باش نقلك مش في الامور الفنيه بو امور رياضيه اكثر معناتها مانيش امور في الرياضيه معناتها في الرياضيه ايه؟ انا في الفن ما نقلت حتى حاجه. هشام جويل لا مش صعيب. احمد شكون؟ احمد بغيربي سيدي خويا كهو هذاك اللي نعرف بو شويه في الاجواء العائليه كهو. انا البره ما قلتش معناتها جيست هكا على بليزير وكهو بليزير هكا هو ما تحبش تقلد حاجه. لا حتى حد ما نحب نقلد حد. واضح. على كل حال مثلا معكم مباشره على الهواء تحيه لكم تحيه لكل المستمعين والمستمعات قاعدين يسمعوا فينا الان. الله عليك يا خويا العزيز خويا العزيز شهران الشيبي. خالد عندي سؤال خطير هاني باش نعمل كما عمرو السيق الشيبي. سمعت فنان عماد عزيز شو فرق بين بين صوت عماد عزيز وخالد عزيز؟ علاش اخترت اسامي القاب شهرة كيف انت خالد هو عماد عزيز وخالد عزيز؟ شوف باش نقول لك تقول انت تختار ولا ما نختار. عماد عزيز عماد ديجا نعزو برشا نقدم له تحية معناتها ما عنديش بيه علاقة ما عنديش بيه كونتاكت. كما قلت لك فنان مش وحده اللي يختار الاسم الفني معناتها فما ناس اللي تفهم في الامور هذه هي اللي تختار الاسم الفني للفنان وكل واحد يخدم على روحه. عماد عزيز عماد عزيز خالد عزيز خالد عزيز سيتو ما كثرش. خالد وين تغني في الحفلات والمهرجانات؟ نحكيو عن الحفلات والمهرجانات والمناسبات في الافراح والمسارات في الاعراس. واحد وين نجم نشوفو خالد؟ والله تنجم تشوفني كما يكمل الالبوم ان شاء الله. يكمل الالبوم تولي تنجم تشوفني في برشا
برشا مهرجانات. غنيت قبل ما في المهرجانات ولا لا؟ مش في مهرجانات، في سارية خاصة بون، في سارية رأس العام ولا في سارية حاصل وسارية بريفي. انا بالنسبه للافراح ما خدمتش افراح، وبالنسبه للمهرجانات كما قلت لك ان شاء الله يكمل البوم وان شاء الله يكون فما بروجرام الواحد يخدم، نجم يخدم مهرجانات. وقت تقولوا مهرجان كرتاج حلم كل فنان، وحلم شو حلمك خالد عزيز في مهرجان كرتاج؟ وان شاء الله باش تغني في مهرجان كرتاج لو قدمت مطلب، قدمت ملف وتغني في مهرجان كرتاج. اول حاجه مهرجان كرتاج مهرجان كبير برشا، معناتها مش اي فنان باش ينجم يطلع على مهرجان كرتاج. وبصراحه معناتها الواحد كان يكون متشبث موسيقيا ومليان، معناتها عنده باجاج كبير في الموسيقى وعنده اسم كبير باش ينجم يطلع على مسرح كرتاج، شرف كبير ليا كان نص النهار معناتها نطلع نغني في ركح كرتاج. ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد، الانسان يخدم ويحاول انه يوصل للخطوه هذه واللي فيه الخير ان شاء الله ربي يسهله. ربي يسهل خالد. خالد شيء طموح عندك، شيء الصعوبات اللي شايتك في سواء في الاغاني، في المستوى الاغاني، في الطبقه الصوتيه تاعك، ولا شيء انا هي الصعوبات اللي صارت لك ومسالت مسالت في قعدت لك في الذاكره؟ بدايه معروف البدايه باش تكون فيها صعوبات، هذه اول حاجه. معناتها الفنان باش يكون موهوب باش يبدا مش مستانس باجواء، معناتها كواليس ولا استوديو ولا حاجه اخرى، هذيك التراك يعني شويه تراك على الاول، وبعد بسياسه بسياسه بالاكسبيريونس وبالتران الانسان ينجم يتصلح بشويه بشويه. الحمد لله كيما قلت لك صاروا لي دي تراك وكهو ما كثرش، انا ما هفوات ولا حاجه ما عنديش. امين قال لك قلت برشا لي كومونتير سبورتيف، سمعني خالد اش قال امين؟ تعمل لي كومونتير سبورتيف، معناتها لي كومونتادور تاع المعلق الرياضي. احبي الجزيرة الرياضية البرتقالية مرحبا بكم، هذه اللوائح البشرية الفنية مباراة توسع. هذا روف خليف. اي بيت تحية ليك خالد، تحية لي شهران الشيوي. تقول ان شاء الله مهرجانات السنة الجاية يكون حضور خالد موجود ان شاء الله. يا شهران الشيوي مرحبا بيك يا شهران. شكلي وقعت اغنية مصرية مش نسموها الان، كلمات الحان تكون شكلي وقعت، هي كلمات والحان محمد علي وتوزيع حمدي الميري. بالمناسبة نقدم لهم تحية، معناتها سيرتو حمدي الميري اللي قام معايا عمل كبير برشا، اكثرية الاغاني قمت بتوزيع مع حمدي الميري وخدمت الخدمة معه. حمدي من الناس الجار اللي يفهم خالد عزيز ويفهم ستيل اللي حب عليه خالد عزيز. بون الاغاني ديجا سمعتوهم وشفتوهم، معناتها تحس بانه ستيل والجو ما يبعدش على بعضه. الحمد لله الاغاني قاعدين ياخذوا في صدى والحمد لله يا ربي. نسمع شكلي وعد، شكلي خليها لي لايف، خليها لي لايف بعد نسمع شويه منها لايف وخلي الجمهور يسمع سيرتو التوزيع والالحان فيها. دم اثر فيا شكلي وقعد، كل الحنيه والله نذاك، قلبي ونور عيني بقوا ملك ديك، والله ملك ديك. ده مقصر فيا انا شكلي وقعد، كل الحنية والله انا ذات، قلبي ونور عيني بقوا ملك ديك، والله ملك ديك. وقعد وسمعنا نبيكم الهين بصوت خالد عزيز. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات قاعدين يسمعوا في العين سواء داخل تونس او خارج تونس. مثلا معكم بالبث المباشر عبر موجات خالد ياسمين من 3 حتى 4 نص. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات قاعدين يسمعوا في العين. برشا ناس يتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا في البرنامج المباشر، برنامج نجم على وين مع كمال كل نهار جمعة من 3-4 نص اون ديريكت عبر موجات غاديو ياسمين. للتواصل معنا على سكايب تاعنا غاديو بوان ياسمين، والبث تاعنا على فيسبوك غاديو ياسمين تونسيا باج اوفيسيال اونتر بارونتيس،
والباج تاعنا على نجم على الهواء على صفحتنا على برنامجنا. تنجموا تتواصلوا معنا تطلبوا اي اقتراح فنان او ممثل او اي مسرح. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. مساء معكم مساء خالد عسيس معنا عبر موجات قديو ياسمين. خالد واضح خالد، شكون مثلك الاعلى في الميدان الفن؟ صبر الرباعي. القهوة القهوة سيتو والمرحومة ذكرى اللي نحبها برشا ونسمع لها ديجا غنية وذيك من احسن الفنانين اللي قريب منهم ونسمع لهم برشا غنية. اخترت صابر الرباعي على خاطر هو انت اصلي من صفاقس او من صفاقس، ولا اخترته على طاير حاجة اخرى؟ لا طب استولي حيلة طب صفاقس استولي جهويات معناتها لا مش كيستيون هكاك. تبارك الله معناتها صابر كما قلت لك امير الطرب معناتها انسان موسيقار كبير. يحصل لي شرف اني نسمع صابر ونتبع اغانيه ونحفظه، هذه حاجه تفرحني بيان سور. واضح خالد. خالد شكون عطيني اهم لحظات عشتها انت خالد في الساحه الفنيه نتاعك؟ والله ايش نقول لك، اكثر لحظات هي اغنيه الثوره اللي هي خلتني نعيش اللحظات الحلوه. أيمة الثورة قمت بتسجيل أغنية وتسجيل يعني فيديو كليب تعديت في التلفزة التونسية. يعني أيمة حلوة عشتها مع واقف مع أولاد الحومة مع تعرف الأجواء هذيك، هذيك أحسن أيمة كي الإنسان دافع على راية بلاده كهو. كيفاش عشتها الثورة التونسية؟ توا عنا عام عام عن ثورة، كيفاش عشت انت الثورة التونسية وانت في صفاقس؟ والله كيما قلت لك عشتها في الحومة مع الناس شو تقول لك، ما عادش فما مزيكا ما عادش فما حتى شيء، فما راية بلادك تدافع عليها قبل كل شيء. والحمد لله ربي نصفنا ونصرنا والحمد لله يا ربي، وان شاء الله تونس بون ما نحكيوش على السياسة برشا خاطرش احنا يعني فنانين بون نحكيو برشا على السياسة خاطرش ماهيش امور تبعتنا. انا بالنسبة لي انا كيما قلت لك ان شاء الله البلاد يجيوها الرجال اللي يخليوها معناتها تونس واقفة على ساقية واقفة في بلادها، معناتها الشعب يكون مرتاح ومتهني وبرشا حاجات كهو. كش بشقور خالد ما نعرفش شو مش نقول لك خالد عسيس، شو تتمنى مستقبل تونس؟ مستقبل تونس نتمنى انه يكون بخير وتكون الناس عايشة كيما الزوالي كيما اللباس عليه كيما المتوسط، معناتها الناس كلها تشوف الدنيا صعبة وتشوف معناتها مشاكل كبيرة في البلاد قاعدة تصير اللي هو سبب غلاء العيشة، معناتها تشوف في الشعب كيفاش تولى العلوش معناتها عباد تجري بالحق فريمون معناتها شيء تشتي علوش ولا والله مش بقول لك، كانوا العلوش كيما يقولوا هما مليون و800 مليون مش شارين، كان العلوش رخيص تاني ياخذوا بيها علاش خاطرش يشمات في بلاصة العلوش شو تعملت يعطيك مهبة؟ شنو فهمتكش؟ مهبة العيد مهبة العيد عين صغير مهبة العيد عين كبير في بلاصة العلوش كبش والله ايش باش نقول لك كين يدي فهمتني حاسيلو ما انت بالنسبة نحكي لك على الامور تونس والوضع في البلاد امور ما تفرحش بالكل، ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله تتحسن الامور وتتحسن الوضعية في تونس وكهو كش باش نقول واحد. واضح خالد. خالد شو تعني لك صفاقس؟ صفاقس تعني لي برشا حاجات، تربيت فيها عشت فيها ايمات طفولتي ايمات مراهقتي معناتها برشا حاجات هذيك صفاقس بالنسبه لي انا تعني لي. وحاجه معناتها الانسان كي يبدا في تونس بيضا لصفاقس يتوحش صفاقس بيان سور. خلينا حاجه ترابي، سمعنا لبناني سمعنا تونسي سمعنا كل شيء، سمعنا شوي شوي سمعنا برشا اغنيات بالبلاي باك وبالسودك، سمعنا حاجه ترابي، خلينا نسمع حاجه تراب. اوكي نسموك اكذب عليك صباح. اوكي مرحبا بركيت. لا شكون شكون اكذب عليك؟ ورده خمسه من سالك. اكذب عليك ارارا اكذب عليك ارارا اكذب عليك اكذب عليك
اكدب عليك اكدب عليك ارارا اكدب عليك اكدب عليك واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك ارارا واكدب عليك لو قلت نسيتك هنسى هكدب عليك وامال انا ايه قولي انت انا ايه واختار لي بري وانا ارسي عليه وامال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا ارسي عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا 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 حبيبي. الله خالد خالد على شو اي نمط صوتي في اي طبق صوتي تغني تغني باغانيك داك في الدو في الري في البي الفا في الدو مينور الاكثريه في دو مينور دو مينور وي هذه الطبقه الخاصه بي انا نخدم بها معناتها الانسان ما ينجمش يعمل فورس ولا انه يخدم طبقه تحت طبقته ولا فوق طبقته الانسان يخدم في المويا هذيك طبقه اللي نخدم عليها دو مينور دو مينور. خلينا نشوف اختيجة اختلفت منها بين الناس سموها بين الناس عادي سلامي عبر الدفى اللي دايك شو بكي ناقص كلامك كلمة يا حروحي وي شو بكي مثل الكأنك بالغرام ملبكي عادي سلامي برد دفى اللي دايك شو بكي ناقص كلامك كلمة يا روحي وي شو بكي مثل الكأنك بالغرام ملبكي بين الناس كلمة لقينا وحكي بس نظرة عينينا وين العيب لو لحبينا عرفونا أحباب علي الصوت قولي الحبيبي ضلي هو مني قريبي يا ما كلمة حسك غريبي حس بعمريها. الله الله يعطيك الصحة خالد عزيز تحيل أحمد شريف تحيل كل فنانين التوانسة اللي قاعدين إن شاء الله قاعدين يسمعوا فينا علينا. مثلا معكم عبر موجات غدو ياسمين مثلا معكم في البرنامج نجم على الهواء. مرحبا بكم مرحبا بسادة المستمعين ذكركم بامكانكم تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء على سيدنا وعلى الميسن نتاعنا radio.ismin@hotmail.fr للتواصل معنا عن طريق الميسن نتاعنا وعلى الصفحة الخاصة على الفيسبوك تاعنا غدو ياسمين تونسيا باش اوفيسيال غدو ياسمين تونسيا باش اوفيسيال ولا على فيسبوك خاص بالبرنامج اللي هو نجم على الهواء. مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين نسمعوا فاصل غنائي نسمعوا روحتي ليه بصوت خالد عزيز وبعد نسمعوا غنية أخرى بصوت الفنانة الفنانة اللبنانية نجم الكلام لو بس تعرف راجعكم عبر منشئة غدو ياسمين اللي تعرف تنسي على الانترنت. مرحبا بكم راديو ياسمين كل البرامج تهمكم نستناو تفاعلاتكم. راديو ياسمين أحلى لمة. رجعنا لكم مباشرة على عبر موجات غدو ياسمين اللي تعرفوا على الانترنت. مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات القاطعين يسمعوا فينا اين سويت داخل تونس او خارج تونس. مرحبا بكم في البرنامج المباشر الناجم على الهواء وضيفنا اليوم الفنان التونسي خالد عزيز. مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين شكرا للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا بقانا اقل من ربع ساعة من البث المباشر. تحية لاختيجة وتحية لامين وتحية لشهران الشريفي وتحية لفادن وتحية لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين نسمعوا فينا اين سواء داخل تونس او خارج تونس. مثلا معكم نذكركم بالميسن تاعنا radio.ismin@hotmail.fr radio.ismin@hotmail.fr التواصل معنا عن طريق سكايب تاعنا
على ليمسن تاعنا وعلى الباش تاعنا على الفيسبوك تاعنا خدمة ياسمين تونسيا باش اوفيسيال وهلا عن طريق الباش تاع ليمسن تاعنا نجم على الهواء. مثلا معكم مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا أين سواء داخل تونس أو خارج تونس. خالد مثلا مش حكيو معاك خالد نشمو نحكيو شوية مش حكيو على خالد إدارة الفن مش حكيو على خالد عزيز وعلاقة غرامية والحب. والله ايش نقول لك بالنسبة في الموضوع ذي ما انسان بيان سور عايش قصة حب في حياته انسان عنده شكون في حياته انسان بيان سور ذي حياته ذي حاجة من الدنيا حاجة معروف. عندك شكون؟ لا حاليا ما زلت سليباتير ومخمش في الحوايج اليوم عندي حوايج اخرى ما بزلت وفي الخير ربي يسهل ان شاء الله. شو تعنيك مش تعنيك او بالاحلى انا هاي كيفاش باش تبحث فتاة احلام كيفاش تكون فنانة ولا تكون حاجة تختص في الفن ولا خارج على الفن تحب؟ والله اللي يجيبه ربي مبروك انا ما عشتيش اني بالفن ولا حاجه ذي كل شيء بالكذبه فهمت وكها ما عنديش تو حتى فكره في مخي جمل. واضح. خالد قلت لي اخواتك شجعوا فيك باش تكمل تواصل في الميدان الفن فمش كل من عائلتك قالك ستوب وقف الغناء عمل حاجة أخرى ولا تشوفت تكمل الغنية تواصل بالغنية لغاية ذلك؟ والله أكثر حاجة اللي فما تشجيع من العائلة والأصحاب زيادة كيف كيف فماش إنسان اختار ثنية وشق طريق بدأ يشوق فيه ما أنت فماش العراقيل فماش كومش يقول لك لا أنت الناس كل ماذا بيها تكون معك وتكون مشجعتك فماش لا علاش لا الإنسان يكمل وإن شاء الله المستقبل خير وكذا. خالد طموحاتك ان شاء الله نجم نشوفوك تغني برا ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد مش قلت لك البدايه ان شاء الله تكون تو في تونس وان شاء الله كان بعد في البرنامج ان شاء الله اللي باش يكون فما حفلات ومهرجانات خارج تونس علاش لا بيان سيغ. مثلا معكم مستمعين الكرام عبر موجات راديو ياسمين تذكركم بامكانكم تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء بقنا ما عادش بقينا وقت في البث هذا المباشر. كيفاش احكي لي شوية انت وشهر نشتيو كيفاش تتواصلوا واحكي لي ما احكي لي شوية الفنانة هذه شهر نشتيو. والله شيرين بالنسبة لي ما عنديش برشا ملي نعرفها فنانة تونسية وقيمة في مصر وديجا ان شاء الله زادة كيف كيف نقولها بون كوراج وان شاء الله ربي معها في الميدان وان شاء الله نشوفوها في تونس تعمل حفلات ومهرجانات كيما الفنانين الاخرين قدم لها تحية ديجا وستو شتعني لك مصر؟ ام الدنيا. مشيت مصر؟ ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله الواحد علاش لا يمشي لمصر ويمشي لبنان ويمشي برشا يعني العلاقات الفنيه الخدمه الكل موجوده غادي كما قلت لك انا نحضر تو في الالبوم ما عنديش حتى حاجه اخرى نخمم فيها ان شاء الله من بعد اللي فيه الخير ربي يسهلوك. كيفاش ترى الفيديو كليبات الحديثه كل يوم نشوفه في التلي كليب جديد كليب جديد كليب جديد الناس تقلق ولا ما تقلقش ولا نشوفوا يفرحوا برشا الفنانين التوانسه ولا العرب التوانسه اكثرين فاهمينش فيديو كليبات اما العرب يوتيوب برشا عندهم برشا فلوس اكيد يعني شفت الشركات الخليجيه وشركات اللبنانيه والمصريه يعني هذم الحاجات الموجوده عندهم اكثر حاجه انهم يكونوا معناتها مهتمين بالفنانين نتاعهم والدعم الخاص ليهم معناتها مش نجموا يصوروا فيديو كليبات ونجموا يكونوا موجودين ديما في الاعلام هذه الحاجه اللي نقصتنا برشا برشا في تونس اللي بالحق معناتها نقولوا احنا تونس تو ان شاء الله الوضع يتصلح وكذا باش الفنانين كل تخدم والفنانين كل تنتج ومعناتها ما نشوفش فنان يغني اغنيه ومن بعد يغيب برشا على الساحه الفنيه لازم تكون ديما موجود كما قلت لك الساعه في الكلام معناتها الفنان لازم يكون ديما موجود وديما عنده جديد انت باش يكون قريب من الناس لازم عنده جديد ويكون ديما حاضر في المواعيد الفنيه. وبالنسبه للفيديو كليبات معناتها الفيديو كليبات سيح معناتها تحب له برشا قيمه ماديه معناتها فلوس
يعني تخلي الفنان انه يلتزق، معناتها انه باش يتعامل مع سبونسرينج، معناتها اللي هما باش يعاونوه باش يكمل تصوير فيديو كليب. اللي بالنسبه لنا في الخليج ولا في العالم العربي بصفه عامه، معناتها فيديو كليب عندهم حاجه عاديه، كل نهار كليب كما قلت انت، فهمت؟ هذه قوة ماديات وقوة دعم وقوة لهوة بالميدان هذا بالذات. مستوى الإعلام، الإعلام تواصل الإعلام مع الفنانين كيفية ترى عندك، وكيفية الإعلام عندك أنت كيفيش تشوفه؟ على خاطر شفت قلت لي عملت باساج في التيلي في الراديو إذاعة الشمس فيهم إذاعة تسفاقس قناة وطنية الأولى، معناتها في اللحن وفاة وفي شباب أونلاين. احكي لي الاعلام كيفاش شجعك، كيفاش شجعوك؟ والله ايش نقول لك، بالنسبه لي هنا كبدايه الحمد لله معناتها لاقي نجاح في مع الاعلام بصفه خاصه، معناتها ملي بديت حضرت الانتاج نتاعي بريسك 3 شانسون، تعديت في الراديو، عملت ميسيونات في الراديو في التلفزه كيف كيف وطني. انت كلمتهم ولا هم كلموك سمو بالغني؟ كيفاش كانت التواصل بالنسبه للاذاعات؟ هم معناتها اتصلوا بيا خاطر الاغاني نتاعي خرجت كما قلت لك مع شركه، وشركه اللي باش تخدمك هي اللي باش تعطي الاغاني للاذاعات اللي هم باش يبثوهم، وبعد ما بتبيع تنجح اغانيك في الراديو باش يتصلوا بيك وباش يكلموك باش يقولوا لك كذا، حاجه عاديه. تفو الاعلام مع في عند الفنان كيفاش راه؟ والله الاعلام باهي وخايب في نفس الوقت. الاعلام ينجم يكون يخدمك ويحطك معناتها في صوره باهيه مع الناس، ينجم ما يخدمكش ويحطك في صوره خايبه مع الناس، رغم اللي انت تنجم تكون باهي مع الناس وكذا، نجم فاسيلمون الناس معناتها كي باش تقرا الجريده ولا باش تقرا في التلفزه ولا في الاذاعه ولا في بعض الحاجات، شو مثلا يقولوا خبر على الفنان هذاك وكذا، ونجم الخبر هذاك يكون فما منه، ونجم يكون مثلا مش من هو ابار سا، معناتها كيما قلت لك الاعلام ماذا به انه يكون يعني قريب برشا من الفنان، يحاول انه يشجعه ويوصله معناتها يخليه يكمل، ما يحاولش انه يخليه يتراجع في برشا خطوات. طفلة صارت لك كانت كنت سوى في الاعلام ولا في الفن ولا عند اصدقائك؟ والله ما صار لي شيء الحمد لله، المحبوب مع الناس الكل كما قلت لك، مع لي فان تاعي معناتها ديجا يعرفوا شنو خالد عزيز، نحكي مع الناس الكل، مانيش ما عنديش هيك الغرور وما عنديش هيك الدعوه اللي تخلي برشا ناس باش تكرهك، بالعكس انت فنان لازمك تكون قريب برشا من الناس، خاطر هما اللي باش يعطيوك لي كومونتير، هما اللي باش ياثروك، هما اللي باش يكونوا حاضرين نهار اخر في مهرجاناتك وفي كل شيء، تحاول انك تكون قريب من الناس. دي اكثر حاجه، وتكون طبيعتك بيان سور تكون انسان معناتها متقابل تحكي مع الناس الكل كيف كيف، ما تعملش فلان ولا فلتان، هذه الاكثر حاجه اللي تخليك في المستقبل عندك جمهور كبير. نجم نشوفوا خالد عزيز يعمل ديو مع فنان من الراب مستوى اغاني فنان الراب شوبين؟ عندي اغنيه رحت لي ذيك عملت لها نوفيل فيرسيون، انا بوم مش موجود عندك تو، عملت لها نوفيل فيرسيون مع رابور في سفاق زاده كيف كيف، حلوه برشا، نفس السوجي ما بعدناش على الموضوع نتاع الاغنيه، كان معايا رابير صابر الميرا اللي نقدم له تحيه في نفس الوقت، عرف معناتها كيفاش ياخذ الاغنيه، عرف كيفاش يخدم عليها البارول الرفران نتاع الراب، والحمد لله زاد كيف كيف لقات نجاح كبير في الفيسبوك وفي الباج، وبرشا من الناس معناتها اللي فاهم تاعي معناتها فرحانين بالاغنيه هذه، خاطر كيما قلت لك في موضوع شيء حب وما اكثرش. منشوفوش نشوفوا خالد عزيز مش يغني على الطفولة على الصغر على حاجات اجتماعية، الخيانة ولا على الأم ولا على الأب ولا على حاجة معينة تختص تحس فيه شعورك اللي كنتي؟ والله أول حاجة باش نقولها الواحد يخمم إنه يعمل أغنية على الأم بيان سور، خاطر شي الإنسان فماش شكون ما يحبش والديه شكون ما يحبش أمه، بالنسبة لي إن شاء الله في المستقبل علاش لا إنسان يعمل أغنية على الأم، تكون هدية مني لي لأمي اللي معناتها وقفت معايا زادة في برشا برشا ظروف، والناس ما قد بلا تحية وقول إن شاء الله طول عمرك. خليني نحاش على الأم. أمي نفسي أعيش لك آخر يوم في عمري، أمي أنا نفسي أعيش لك آخر يوم في عمري، أنا مشتاق لإيديك وأضمك بين إيديا
يا أمي يا عيني خليكي معايا عايش لك عمري كله عشان أكون وياكي يا أمي. أعطيك ساعة خالد تبارك علي صوت صوتك مميز صوتك تربي نجم نقوله. خالد شو المستقبل تاعك انت بعد الكليب تاعك انت شويه شويه شو تتصور بعد الكليب؟ والله باش نقول لك الكليب الفنان حاجه كبيره برشا خاطر شي مش كيما نسمعوا تسمعك في الراديو كيما يسمعوك في التلفزه. تتصور الكليب تاعك تولي يكون الشهر تاعك انت للاحتراف ولا نقولوا الكليب مستوى خلينا نعملوا خنيه شويه شويه كيما غني قبل شويه شويه ولا قلت تقول الكليب يصير الوقت باش نولي محترف تولي ناس تعبي فان على الفيسبوك لغايه ذلك؟ والله ايش قلت لك بالنسبه للكليب هو اكثر حاجه انا باش توصلك للناس وتقربك برشا للناس اللي باش تعرف شخصيتك وباش تعرف برشا حاجات